السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون فيها. تسجيل 119 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم، ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمملكة إلى 2930 حالة. أما عدد الإصابات فسجلت 99 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 6380. التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية لن يتم إلا شهر شتنبر المقبل، والامتحانات ستقتصر فقط على السنتين الأولى والثانية بكالوريا حسب ما كشفت عنه الوزارة الوصية خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين. فريق من الباحثين المغاربة بمختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط يسهرون على تحليل تسلسل الحمض النووي لكوفيد-19 وحل شفرته لتحديد خاصيته الجينومية. في جديد الحالة الوبائية ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 119 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم، ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمملكة إلى 2930 حالة، كما أن عدد حالات الوفاة استقر في 188 حالة، وتم تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 6380 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تقرر عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل، والاقتصار فقط على تنظيم امتحانات السنتين الأولى والثانية بكالوريا. قرار كشف عنه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، ومحورها حصيلة تجربة التعليم عن بعد وآفاق استكمال السنة الدراسية. نتابع. قررت الوزارة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل، والاقتصار فقط على تنظيم امتحان الباكالوريا والذي يهم السنتين الأولى والثانية باكالوريا من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا في خلال شهر يوليوز 2020، إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر 2020، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضع امتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020، وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف، ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير الامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا. بمختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط يسهر فريق من الباحثين المغاربة على تحليل تسلسل الحمض النووي لكوفيد-19 وحل شفرته، الفيروس المتواجد بالمغرب لتحديد خاصيته الجينومية. خديجة زروال ومحمد توانينا. منصة علمية أطلقها مختبر بيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة لتحليل تسلسل الحمض النووي وحل شفرة فيروس كورونا المتواجد بالمغرب لتحديد خاصيته الجينومية. النتائج ستمكن من تطوير استراتيجية أفضل للحد من انتشار الفيروس وتحسين العلاج. من خلال هذا التحليل اللي قمنا به تبين لنا أن فيروس لدى المغاربة يتوفر على خصائص ثابتة، مما سيشجعنا على تطوير لقاح مضاد لهذا الفيروس في المستقبل القريب إن شاء الله. داخل المختبر يتم تحديد كل مكونات الفيروس وتطوره والتغيرات الجينية في الجينوم الخاص به، مما يسمح بتحديد معظم الطفرات ذات الصلة بتنوعه.
قمنا بتحديد بعض الجزيئات عن طريق المحاكاة اللي قامت بكبح فعالية هذا سبايك، وبذلك أخذنا هذه الجزيئات الآن كنتم بتحديد التسممات والأعراض الجانبية ديالها في بعض التجارب اللي كنقوموا بها في هذا المختبر. هذا العمل يدخل في إطار المشروع الوطني جينوما الذي يشتغل عليه باحثون مغاربة لتحليل التسلسل الحمض النووي لجميع الجينومات المأخوذة من عينات مغربية، والتي سيتم تحليلها في المستقبل خدمة للبحث العلمي المغربي. ولمعلومات أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة. أهلا بك معنا. مرحبا أستاذة. إذن سيدي، مختبر البيوتكنولوجيا يشتغل منذ فترة على المشروع الوطني جينوما، هل من الممكن أن تضعنا في الصورة حول أهمية هذا المشروع؟ وأولا أشكر الأستاذة على الاستضافة والإدعاء والتلفزة المغربية على الاستضافة، والأولى خصوصا على الاستضافة ديالي. اللي بغينا نقوله لنا هذا المشروع، هذا المشروع الوطني، هو مشروع ديال واحد ائتلاف مغربي اللي فيه مجموعة ديال فرق البحث من كلية الطب والصيدلة بالرباط، من المستشفى العسكري بقيادة السيد البروفيسور الحسن باليماني، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة مع البروفيسور شاكيم الجاري. وبطبيعة الحال الناس اللي كتناسى كثيرا هو أن الوزير ديال التعليم تهو راه باحث في ميدان المناعه، تهو معنا في هذا المشروع. هذا المشروع اساسا يرنو ان شاء الله الى انه امكانيه قراءه الجينومات ديال جميع العينات اللي موجوده في المغرب من بكتيريا فيروسات، والجينوم بطبيعه الحال المرجعي المغربي، لسبب بسيط والناس يمكن لهم يتفهموهم، انه حاليا مجموعه الفيروس ديال الكوفيد اللي موجود الان اللي هو الكوفيد 2، مجموعه ديال الاشخاص يمكن لهم يتصابوا به، ورغم أن الإصابة ديالهم كاين مجموعة ديال الأشخاص اللي كيطوروا الأعراض ومجموعة الأشخاص لا يطورون الأعراض. إذن هو لتطوير المرض كيكون واحد الزوجي اللي مكون أساسا من الميكروب الممرض، ومن الشيء الثاني هو الشخص اللي كيتلقى هذا الميكروب هذا. إذن خصنا نحدوا الخاصيات ديال الميكروبات، وهذا عمل بدينا به في سنوات متعددة، وتمكننا من قراءة مئات الجينومات اللي نشرناها على هذه المنصة الإلكترونية. وعندنا واحد المشروع وطني كبير إن شاء الله اللي هو تحديد الجينوم المرجعي المغربي، اللي غادي يمكننا باش نعرفوا الخاصيات ديال المغاربة والقابلية ديالهم لتطوير المرض والإصابة وللعلاج إن شاء الله. طيب سي الإبراهيمي، حاليا وفي ظل جائحة كورونا المختبر بدأ يشتغل على تحليل وفك شفرة الفيروس، كيف تتم هذه العملية؟ وهو في الحقيقة هذا المشروع هذا الوطني عادي يمكننا من خلال عينات المتواجدة من خلال المناطق المغربية باش نديروا واحد التحليل ديالها داخل المختبر، والمقارنة ديالها مع الجينومات الموجودة في العالم. وفي بداية بهذا العمل عندنا بالتوازي عندنا هذه العمليه ديال التحليل اللي كنقوموا بها داخل المختبر، والشيء الثاني اللي كنقوموا به هو انه قررنا بانه نشوفوا في 58 بلد الجينومات ديالها ديال الفيروس ديال الكوفيد 2، القراءه ديالو، التسلسل ديالو، والمقارنه ديالو، شوف التطور ديالو مع الزمن ومع الجغرافيا، وتمكننا بانه نحدوا بان هذا الفيروس هذا عنده واحد استقرار معين من الناحيه الجينيه، وعنده كذلك بان التطور ديالو من بلدان من بلد الى اخر لا تختلف كثيرا. هذا كيفتح واحد الباب كبير لانه ان شاء الله بانه تطوير واحد اللقاح ان شاء الله. اللي بغيت ناكد عليه هو ان هذا العمل هذا تنشر، وبالنشر ديالو كانت واحد السابقه اللي نقولوا ماشي غير مغربيه، وكانت دوليه اللي بغينا نقول. نعم، السيد عز الدين الابراهيمي مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبيه بكليه الطب والصيدله، كنت معنا على المباشر، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات. في 12 ماي من كل سنة يخلد اليوم العالمي للتمريض، وهو مناسبة لتسليط الضوء على عمل ملائكة الرحمة من ممرضات وممرضين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد-19، من ضمن هؤلاء الممرضة فاطمة الزروالي التي تطوعت لخدمة المرضى المصابين بهذا الوباء على غرار زملائها منذ ظهور أول حالة إصابة بتطوان. بورتري فنة شاكر العلوي، عبد العالي القنوني، وأسماء التاسي.
تتقدم بخطى ثابتة إلى داخل مستشفى ثانية ترمل بتطوان يومياً لتواصل عملها كأحد المرابطين في الصفوف الأمامية للعناية بمرضى فيروس كورونا المستجد. فاطمة الزروالي الممرضة وإلى جانب أصدقائها تتابع مشوارها بمهنة لا يتوقف عطاؤها رغم الوباء، بل يبرز أكثر فأكثر ليثبت أن لقب ملائكة الرحمة لم يمنح لمهنية التمريض عبثاً. تقريبا عندي 14 عام في مجال التمريض. التعيين الاول ديالي كان في مدينه طنجة في مصلحه تصفيه الدم لمده 3 سنوات تقريبا. بعد ذلك التحقت بالمركب الاستشفائي ديال تطوان سينا سرمل، وكان لي الشرف اني اشتغلت ولحسن حظي اني اشتغلت بمصلحه المركب الجراحي. جنبا إلى جنب مع الأطباء يسهرون على راحة مرضى أصيبوا بوباء كوفيد-19، الممرضات والممرضون ومن ضمنهم فاطمة الزروالي لم يبرحوا المستشفيات، بل تقدموا خطوة إلى وحدات العزل يفتقدون أسرهم ومنازلهم، لكن الأمل يزيدهم إصرارا لمتابعة العمل حتى تنجلي الجائحة. يعني كنفتقدوا في هذا الشهر الفاضل، كنفتقدوا الحميمية ودفء الجو الأسري، وكذلك الطقوس اللي تمارس خلال هذه الشهر التي دابت عليها الأسر التطوانية. وهذا الشيء كنعملوه زعما عن حب وزعما وبتفاني ونكره الداس، لأن صراحة يعني المرضى والمصابين محتاجين هذا النوع ديال الرعاية. وإن شاء الله إحنا رغم ذلك ورغم المعاناة النفسية اللي كنعانيوها راح نبقى مستمرين هنا إلى شي حالة إلى غاية شفاء آخر مريض بحول الله. كنحيوا الممرضة فاطمة الزهراء على العمل اللي كتقوم به. الممرضة متفانية حاضرة بقوة، تستجيب للكونسين اللي كتعطاها من طرف الأطباء، يعني ممرضة في مستوى. في اليوم العالمي للتمريض إذن تحية اعتراف وتقدير للممرضة فاطمة الزروالي، وعبرها لكل الممرضات والممرضين عبر التراب الوطني، ولمن يساندونهم من أطباء وأطر الصحة في زمن كورونا، زمن ترفع فيه القبعة لجنود الصفوف الأمامية في مواجهة كوفيد-19. تعتبر سلسلة الخضروات من أهم القطاعات المنتجة على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، حيث يفوق رقم معاملاتها 750 مليون درهم، وتشغل يد عاملة مهمة تتجاوز 1,600,000 يوم عمل، والفترة الحالية تعرف جني المنتوجات الموسمية. ريبورتاج حسن طباعي وعمر جليدي. جهة بني ملال خنيفرة واحدة من المناطق المنتجة للخضروات، خاصة تلك التي تنضج في هذه الفترة من الموسم الفلاحي ويتم جنيها لتزويد الأسواق المحلية والوطنية، ومنها منتوج البصل. بالنسبة للمساحة المنجزة على الصعيد جهة خنيفرة هي تفوق 14,000 هكتار، تشمل 23 صنف، من أهمها زراعة البصل التي تمثل 30%، وهذا المنتوج المزروعة للخضروات فوق 500,000 طن في السنة، وبهذا الإنتاج تعتبر جهة بني ملال خنيفرة أكبر مزود للأسواق المغربية. الإنتاج الفلاحي بالمنطقة يعتمد بالأساس على الري بالتنقيط للاقتصاد في الماء والرفع من مرضودية المنتوج وجودته. كنا كنسقيو بالساقيه، دابا عطاونا السقي بالتنقيط في سميتها خطوه اللي هي زوينه بالنسبه للطوناج. حنا كان معروفه بواحد الطوناج اللي هو مزيان، كاينه من 70 طن حتى 90 طن في الهكتار بجوده عاليه. الامر ينسحب ايضا على منتوج البطاطس. تنغرسوها في شهر واحد وتنحيدوها في شهر 5 وشهر 6، تنوجدوها ثاني الشهر تنحيدوا منها الغليظه تنبيعوها في السوق، وهذيك الاخرى تنخليوها ثاني للزرعه تنهرسها في شهر 9. جني الخضروات ومعالجتها يتم وفق التدابير والاجراءات الاحترازيه للوقايه من وباء كورونا المستجد، ووتيره العمل تسير في ظروف ملائمه وامنه على صعيد كل العوامل المرتبطه بالانتاج الفلاحي. يحتل النظام الغذائي الصحي صدارة الأولويات لدى العديد من الأسر المغربية. الأخيرة أضحت مقتنعة بأهمية التغذية المتوازنة باعتبارها من أساسيات نمط العيش السليم، خاصة خلال هذه الفترة من الحجر الصحي التي تتزامن وشهر رمضان المبارك. ريبورتاج في الموضوع من وجدة لمحمد بلاوي ورشيد العتابي.
الأسواق والمحلات التجارية تكتسي رغم حالة الطوارئ الصحية حلة جديدة وتتزين من أجل عرض السلع والمواد الغذائية. الزبناء على قلتهم يتبضعون ويقتنون كل ما يلزمهم من المواد الضرورية من أجل طهي أطباق وأكلات رمضان، غير أن نمط وعادات الاستهلاك تتغير من أسرة إلى أخرى. التحضيرات ديال الحريره وما يجي معاه، ولكن كندير داكشي يكون صحي ما يكونش داكشي عامر بزاف. وهذا العام عاود الظروف نتاع الحجر الصحي، نطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. والمائده ديال رمضان شويه نقصات ماشي كما كانت، الاستهلاك شويه. المدينة في وجده كيحتاج يديروا السلو، يديروا الشباكيه. الصوالح كان على الاقبال على الصوالح ديال السلو، التمر كذلك كاين الاقبال، نقص واحد شويه ديال الاقبال العام اللي فات، ولكن ماشي كنا متوقعين غادي يكون ناقص بزاف، ولكن الحمد لله. وبهذا المحل يتم عرض مختلف الحلويات التي تزين مائدة الإفطار خلال شهر رمضان. غالبية الوافدين لا يتصورون خلو أطباق موائد الإفطار الرمضانية من الحلويات التقليدية من قبيل المقروط وزلابية وقريوش، فالأسر والوجدية تحرص على تحضيرها أو اقتنائها لتكون المائدة مكتملة رغم ظروف الحجر الصحي. احنا لبينا طلب لشيء كليان كانوا دايرين، قالوا لنا في التليفون هذاك الشيء اللي كان، يعني رحنا غير مع واحد الكليان نسبه قليله كما نقولوا في اكليله اللي راه تجي حتى هي تخرج هكا غير على حساب الكارتي ديالك. في انتظار انكشاف غمة وباء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، تقضي الأسر الوجدية شهر رمضان المبارك محافظة على العادات الغذائية، وإن تغيرت بعض الشيء هذا العام وملتزمة بحالة الطوارئ الصحية. فقرة إضاءات رمضانية نخصصها للإجابة على العديد من تساؤلاتكم، يتولى الإجابة عنها ثلة من العلماء الأجلاء. لنتابع. ما حكم القيء في نهار رمضان؟ القيء في نهار رمضان فرق العلماء فيه بين الأمرين، هناك من تقيأ يعني غلبه القيء، وهناك من استقى يعني طلب القيء بوسيلة من الوسائل كوضع أصبعه في حلقه مثلا، فالذي غلبه القيء فلا شيء عليه وصيامه صحيح ما لم يرجع شيء من قيئه إلى جوفه، فإذا رجع شيء من ذلك وتأكد منه فعليه قضاء ذلك اليوم. أما من استقى فعليه القضاء سواء رجع شيء من ذلك أو لم يرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرعه القيء يعني من غلبه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقى فيقضي. يواصل العالم عودته البطيئة إلى الحياة الطبيعية رغم أن تفشي فيروس كورونا المستجد لم يتوقف بعد، بينما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية في الولايات المتحدة. أما منظمة الصحة العالمية فدعت إلى اليقظة التامة في التعامل مع رفع قيود العزل. نبيل أزرقان. الحياة تعود ببطء إلى أوصال العالم رغم أن الحصيلة العالمية لوباء كورونا المستجد بلغت أكثر من 4 ملايين إصابة و284 ألف حالة وفاة، بينما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية في الولايات المتحدة. وقد سجلت الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم من الفيروس حصيلة وفيات يومية دون 900 لليوم الثاني على التوالي، لكن لا يزال من المبكر معرفة إذا كانت هذه الوتيرة الانحدارية ستستمر. وحول العالم بات وضع القناع الواقي أمرا طبيعيا بالنسبة للعديد من الأشخاص، واعتبارا من اليوم يفرض ارتداء الكمامات والقفازات في شبكات النقل العام في موسكو، ولا تزال العاصمة الروسية كما مناطق أخرى في العالم خاضعة لعزل تام. وتسمح سنغافورة اليوم بفتح بعض المتاجر والأعمال التجارية، ومن المقرر أن يبدأ رفع العزل في ولاية نيويورك الأمريكية اعتبارا من الجمعة باستثناء مدينة نيويورك التي لا تزال ترزح تحت وطأة تفشي الوباء.
وفي الوقت الذي قوبل به رفع العزل في عدد من الدول الأوروبية بارتياح في أوساط السكان، فإن منظمة الصحة العالمية دعت إلى اليقظة التامة في التعامل مع رفع قيود العزل في ظل غياب علاج أو لقاح، فيما تزال دول أخرى مترددة في تخفيف القيود مخافة موجة إصابات ثانية. والآن نتابع جديد أحوال الطقس مع ليلى أغبال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. ففي نشرة إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية التي تتوقع هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 90 و75 كيلومتر في الساعة بمراكش شاوة اليوسفية رحمن الحوز أظلال بني ملال قلعة سراغنة القيه بن صالح خريبكة تونات تازة صفرو مكناس فاس الحاجب الخميسات إفران بولمان توريرت جرادة قرسيف وجدة الصويرة أسفي سيدي بن نور الجديدة برشيد نواصر الدار البيضاء مديونة بن سليمان المحمدية صخيرة تمارة الرباط سلا وستات وكذلك بورزسات. وتتوقع كذلك نزول زخات مطرية عاصفية وذلك لغاية الساعة 6 من صباح يوم الخميس بكل من الظلال الحوز بني ملال خنيفرة إفران صفرو تازة قرسيف بركان وجدة وكذلك الناظور وبدريوش. وارتباطا بهذا يتوقع بإذن الله أن يكون الطقس عموما غائم بالمنطقة الشرقية، سيعطي بعض الزخات المطرية. درجات الحرارة ستعادل 20 درجة ببوعرفة، 23 درجة بمليلية، 20 درجة بمدينة الحسيمة. هذا مع سماء نسبيا غائمة بمنطقة السيس، وسيظل دائما الطقس غائم، سيعطي كذلك زخات مطرية ضعيفة بالبوغاز اللوكوس وكذلك بمنطقة الريف وبالسواحل الأطلسية وكذلك بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى. ستكون السماء نسبيا غائمة. درجات الحرارة ستعادل 24 درجة بمدينة الرباط، 23 درجة ببني ملال، 22 درجة بخريبكة، 31 درجة ستسجل بأرفود وكذلك بزاكورة، 29 درجة بكل من الراشدية وكذلك بتنغير، 31 درجة بورزازات و28 درجة بمدينة مراكش. بالسواحل الأطلسية الوسطى للبلاد سماء نسبيا غائمة. درجات الحرارة ستعادل 20 درجة بأسفي، 23 درجة بأكادير وكذلك بكلميم، 23 درجة بطنطان، 23 درجة ستسجل بسمارة. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. درجات الحرارة ستصل بإذن الله إلى 25 درجة ببوجدور، 31 درجة ببرانزران، 32 درجة بأوسرد، 25 درجة ستسجل بالدخلة وبالكبيرة ستسجل بإذن الله 30 درجة. شكرا لتابع المتابعة وعودة إلى بلاط الأخبار. إلى التذكير بالعناوين: تسجيل 119 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم، ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمملكة إلى 2930 حالة. أما عدد الإصابات فسجل 99 حالة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6380. التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية لن يتم إلا شهر شتنبر المقبل، والامتحانات ستقتصر فقط على السنتين الأولى والثانية بكالوريا حسب ما كشفت عنه الوزارة الوصية خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين. فريق من الباحثين المغاربة بمختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط يسهرون على تحليل تسلسل الحمض النووي لكوفيد-19 وحل شفرته لتحديد خاصيته الجينومية. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.